السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار اليوم الأحد موافق 12/7/2020. أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عن بدء الأسبوع الرابع للعمل بالمبادرة الرئيسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار 100 مليون صحة، لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بغرف آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والقوافل العلاجية. وأشار وكيل الوزارة في بيان له اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020 إلى أن إجمالي المترددين على القوافل العلاجية في 3 أسابيع الماضية هو 3326 مواطن ومواطنة للكشف وصرف العلاج وعمل قرارات نفقة الدولة، موضحا أن تم صرف علاج 1799 مريضا، فيما بلغ عدد القرارات الجديدة على نفقة الدولة 694 وعدد القرارات السابقة التي تم تجديدها 833 قرار، عفوا 833 قرار. وناشد وكيل الوزارة والمرضى أصحاب الأمراض المزمنة التوجه إلى أقرب وحدة من وحدات تقديم الخدمة لمتابعة حالتهم الصحية وصرف العلاج لمدة تكفي 3 شهور قادمة. وأوضح وكيل الوزارة الصحة بالقليوبية أنه يمكن للمواطنين أيضا التوجه لإجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة في أقرب مركز أو معمل خاص، تيسيرا على المواطنين حيث تم التعاقد مع تلك المراكز والمعامل، مثلما جرى في مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف على الأمراض السرية تحت شعار 100 مليون صحة.